وسادي طقني كم مرة وضربني وسبني وشتمني يعني، وبس ما أقدر أسوي له شيء لأنه ريال أكبر مني. كم مرة عشان بروح حمام مثلاً، كم مرة عشان شارب ماي بغلط قبل ما أستأذن منه. عبد العزيز طالب تعرض للضرب على يد أستاذه، الأمر الذي ترك في نفسه جرحا كبيرا، ليوجه رسالة إليه بأنه قدوة للطلاب ولا يجوز الضرب مهما أخطأ الطالب. مرة كان عندنا أستاذ طقني بالخيزران عشان يتأخر شوي الحصة، ورحنا المخفض. المفروض أستاذ قدوة يعني، ما يطق الطالب ويكون متفهم حق الطالب ويساعد الطالب يعني ويعلمه. مريم كذلك ترفض أي تعنيف مهما كان من المعلمة، وكذلك حسن الذي يعتبر أن أمر التربية يعود لولي أمره وليس للمعلم. بس مرة أن الأبلة دزتني بقوة عشان بس أن مرت من قدامها. ما أحب أن الأبلة مثلا تدزني أو تهني قدام البنات. ما لحق يطقني، عندي أبو هو اللي يربيني، هو اللي يطقني، هو اللي يعلمني الصح، مو هو. أبو معاذ فيرفض ما يحصل اليوم من ضرب للطرفين، وأما معاذ فيؤيد وجهة نظر والده. المعلم جاي يعلم، جاي يطلع جيل، ما هو جاي يضرب وجاي يعني تجبر، هذا خطأ من المعلم. ما أبغى أن أستاذي يطقني، أبوي ربيني. ولكن هل تعرض الجيل القديم للضرب؟ يوميا ينطق، يوميا، على الإهمال، على كذا، على عدم نظافة الدفتر، على المجهود، ليش ما سويت الواجب؟ ففي مثل شاب يقول حق الأستاذ لكم اللحم ولنا العظم. الأب لما يروح المدرسة يقول له أخذ لحم من عندي وعطني عظم عشان يتعلم. هذا اللي كان موجود يعني، هذا زمان أول. الحين نعم تغيرت كل الأمور، تغيرت الحين، لا باحترام لا بحق الكبير ولا حق الصغير. وهناك من الجيل الجديد من يقبل أن يضرب المعلم الطالب في حال الخطأ. مدرس يطقني إذا ما حلينا الواجبات، لسبب يطقنا يعني، مو بدون سبب، لسبب وجيه يطقنا، وكنا نرضى بهذا الشيء لأن احنا غلطانين. أمر مقبول؟ مقبول كان، وللحين مقبول المفروض. ولكن ما هو رد جمعية المعلمين على هذه الظاهرة؟ نحن نرفض كل الممارسات من كلا الطرفين، سواء كان اعتداء من المعلم على الطالب أو من الطالب أو ولي الأمر على المعلم. ما في شك ما 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 نرضى بهذا الفعل، وهي حالات فردية قد تكون في يعني في بعض المدارس ولا ترقى إلى أن تكون ظاهرة. هذه الاعتداءات تعالج في 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 إطارها المقنن. تكرار هذه الاعتداءات من فترة إلى أخرى على هذا المعلم يستدعي التفات السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى حماية هذا المعلم. وجمعية المعلمين الكويتية تقدمت بمقترح بقانون لحماية المعلم منذ سنوات طويلة. ما يحصل اليوم من تبادل للإهانة والضرب والتعنيف من قبل الطرفين، سواء من قبل الطالب أو المعلم، هو أمر مرفوض وغير مقبول من الناحية الاجتماعية والتربوية والأخلاقية. ابتسام رمال، الراي.